بسم الله. دلوقتي اللوحة دي أنا اشتغلت فيها وفيها تكييف، بس ببص في اللوحة مبقتش حاجة ظاهرة قدامي. ففي حاجة من الاتنين، يا إما الفيزابيلتي مش ظاهرة معايا، يا إما الفيو رينج. هنشوف الاتنين. أول حاجة الفيزابيلتي، أكتف في جي، تمام، بتظهر لي الفيزابيلتي. بلان أنا الإير تيرمينال متعلم على إن هي تظهر معايا، والضغط متعلم عليه، تمام. يبقى المشكلة في البش في الفيزابيلتي، المشكلة فين؟ في الفيو رينج. اروح اظبط الفيو رينج، باجي هنا في الميكانيكال اللي احنا شغال عليها، بقول له بروبرتيس، وانزل للفيو رينج اديت، تمام. بلاقي ان التوب بتاعي متظبط على 2500، والبوتوم بتاعي متظبط على الصفر، تمام. وده هنا ليفل 1 مظبوط، وهنا ليفل 1 مظبوط، بس ال 2500 دي قليلة قوي. انا عندي سيرنج بعادة على 2600، تمام. فانا اخليه 3000، 3 متر، ده العدل لأي دور، تمام. ده البريمير رينج، ده الحاجة العادية. التوب بتاعي أعلى حاجة هتظهر معايا، ودي أقل حاجة البوتوم. لو أنا مثلا مش عايز حاجة تظهر معايا في البوتوم، ممكن أطلعها شوية مثلا أخليها 500، تمام. ده معدل الرؤية اللي هيشوفه في قلب اللوحة. أي حاجة هيشوفها من 500 لـ3000، أقل من 500 مش هيشوفها، أعلى من 3000 مش هيشوفها. بلاقي في حاجة اسمها فيو ديبس، تمام. ده لازم يكون طبعا معايا في قلب الليفل 1 عشان يبقى لها معنى، تمام. ممكن دي اخلي يشوف بقى اللي تحت الـ500 لحد الصفر يشوفها، بس يشوفها بلون خفيف شوية. ده الفرق بين الاتنين دول. البوتوم هتظهر معايا بلون عادي، الفيو ديبس هيشوفها بس بلون خفيف شوية، لون رمادي شوية، تمام. اوكي، اقول له اوكي ونشوف اللي هيحصل. الحمد لله كل حاجة ظهرت زي ما هي، لمجرد ان انا عليت الفيو رينج. اتمنى اكون استفدته. اخوكم عمرو سليم.